ألو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كثير من الأحيان الشاهد يعني في المواقع الكثيرة يحددون منطقة أمام منطقة الجزاء، يضعون فيها لاعبين، يتبادلون الكرة بسرعة بسرعة بسرعة، ثم يبنون باتجاه الجناح يمين أو يسار، يستخدمون لغة الأرقام. يعني التمرين يكون كالتالي، 1 2 3، لكن في ناحية مهمة، في استخدام مهم للأرقام، وهو أما تعطي الرقم اللي يلعب الكرة للجناح، أو تعطي ما يعرف بعدد من المناولات، تقول مثلا 8 8 مناولات، آخر كرة ثامنة عندما تنتهي يلعبها للجناح، يروح الطرف القريب على الجناح البعيد. مثلا هنا أعطيت أنت، انتهت الكرة الثامنة هنا، لعبها للجناح، ما يروح هذا ولا هذا، يروح هذا البعيد، يعني هم دول الاثنين. أو أنت يعني انتهت الكرة هنا، هذا يلعبها لهذا الجناح، يروح هذا. دائما اللي يروحون للأجنحة دول. زين، وعندك احتياط تبدل، وعندك احتياط تبدل، وتلعب كرة عكسية، واثنين دول دائما يهاجمون، وبقى واحد ثالث يروح على منطقة النص، فيصير عمود قريب، عمود منطقة وسط، وهذا يصير منطقة عمود البعيد. إذا الكرة منهم يعني بسيطة بها، لكن هاي المنطقة اللي يتم بيها تبادل الكرة، بعض يستخدم مرة واحدة، يقول أسرع ما يمكن تبادل الكرة، فيعطي اتجاه الاتجاه الكرة، يصير اتجاه الكرة يصير مرقم. شوف هنا أنا 1، يعني 1 2 3 4، وين بالجناح اللاعب جناح هذا إلى الكرة، وذولا 3 يعني. أو يقول دبل، يعني اشتعني 1 2 3 4، ترجع الكرة 5، يعني يصير مرتين اللعب، المناولات تتكرر مرتين مزدوج، دبل يعني دبل. إذا قال تربل يعني ثلاثي، 3 مرات الدور الكرة، 3 مرات من هذا النوع. إذا قال سينجل مفرد مرة واحدة، دبل مرتين، تربل 3، هذا نوع من أنواع يسمونه تنظيم الفعالية، تنظيم الفعالية. لكن هو أصلا أنت في هذا الموقع ما تحتاج إلى إيقاع، تحتاج إلى تسريع اللعب، لأن هاي المربع هذا 14، هذا المربع يعني في المربع مصيبة، هو العمق بالنسبة للفريق المهاجم، والسنتر بالنسبة للفريق المدافع، فمن هنا تحدث الاختراقات من العمق، فما تحتاج إلى ما يعرف بزيادة عدد المناولات. لكن إذا أردت أنت كتمرين تركز بي على التبادل الكرة السريع لأكثر من مرة، أوكي ما في مشكلة، هاي التمارين ما تخلي بيها منافس ولا تخلي بيها خصم ولا تخلي بيها. لكن البعض يقول إنه أنا بهاي التمارين أخلي مدافع هنا ومدافع هنا، مدافعين خارج المربع، وينطلقون من اللاعب المهاجم أحد اللاعبين يلعب كرة عكسية، من يلعب كرة عكسية ينطلقون للداخل للدفاع عن الكرة العكسية ضد 3 مدافعين، وبما أنه حارس مرمى أكون، إذن 3 ضد 3 تصير. لكن انطلاقهم ما يأتي من هنا كالمعتاد من جنب الهدف، أو حركة لاعبين من جنب الهدف من خط الهدف خطأ، ما في هيك كلام، أو من خارج الساحة، فيفضلون أن يضعون المدافعين أما على رأس منطقة الجزاء عند هاي الزاوية من قوس الجزاء، أو يضعوها على الخطا، يضعون عشان يمنحهم الفرصة للدفاع، وفي لحظة لعب الكرة إلى منطقة الجناح تكون أقرب لواقعية ما يعرف بما يحدث بالمباراة. فهي التمارين اللي تشوفها، اللي يضعون مثلث ومربع ومستطيل، ويتبادلون اللاعبين الكرة فيها من أجل بناء حالة من حالات الهجوم على الهدف، سواء اختراق، سواء كرة عكسية، سواء ما يعرف بالدبل باص، يعني الاختراق من هنا. شوف الاختراق والبناء من هنا، لكن الكرة هنا في هذا التمرين نهيناها على ما يعرف بالجناح، بينما أنا
حبثت أنه بعد فترة معينة بسيطة بعد 6 محاولات أجيب مدافع هنا ومدافع هنا وخلي مدافع هنا ومدافع هنا ويبدلون ذول المدافعين مكاناتهم بعد كل محاولة. لكن انتبه لما تدرب أما تدرب المهاجمين أو تدرب المدافعين هذه مهمة. أنا أختلف عنكم ولا تدرب الاثنين، لا لازم تركز في الكوتشينج على جهة معينة أما الهجوم أو الدفاع. فهذا شيء جيد وشيء بسيط وإن شاء الله يكون التمارين البسيطة اللي تركز على التطوير خصوصا اللاعبين اللي ناهين واللاعبين في طور مرحلة تعليم اللعبة يكون جيد. وفي أشكال مختلفة من هذا التمرين، فأول ما تنظر إلى هذا الخط هو أبعد من قفص الجزاء 5 ياردات علامات تخلي 4 علامات تكفي و4 علامات مربعات تتوكل على الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الأمن والأمان. اليوم كم الشهر؟ اليوم 4/2/2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.